هيا قلع. هاي شني شني يا شني شو هاي شني شني بلاك تنني. هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف. هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور. هاي داني داني يا تشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف. هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني. هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني. هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة. هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها دلفة. هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا. هاي دني دني نبكي بالدموع. هاي شني شني بيستو معرفة. هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور. هاي شني شني ربما والديك لم يقدم لك كما تريد ولكنهما تأكد تماما بأنهما قدم لك كل ما يملكان من غير يمة وبابا. الناس كذابة يعني في الميدان تاع الحنانة تاع الوالدين. ربي يرحم الوالدين ربي يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته. هذو اللي عندهم والديهم متوفيين اللي نقولوا احنا اليتيم. انني عارف انني فاهم واني فكرتهم. والوالدين اللي حيين كاين الناس اللي يشوفوا فيا قد ما تدير معاهم قد ما تقدم لهم واش تقول لهم واش تدير معاهم أقليل أمام الكثير اللي قدموه. إلى أن الإنسان يدعي يقول ربي يعطيهم موفور الصحة والعافية الصدق. هذا هو استر جناحتين عينين يعيشوا الدهر كامل وما نشبعوهمش. مشاهدين الكرام أعزائي المشاهدين أينما كنتم وحيثما وجدتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم اللي خيرتوا قناتنا وراكم قاعدين مع البرنامج تاعكم اللي هو برنامجكم اللي راكم ولفتوه اوفياءنا. راكم قاعدين ربما سهرانين معنا على طاولة العشاء ونقولوا تقبل الله صلواتكم يعني بمزيد من الاجر والثواب خاصة اللي راهم دروك صلوا العشاء ولا رايحين يصلوا العشاء. وانا نقول لكم صح عشاكم كذلك. اما اللي رامي يشوفوا فينا خارج الوطن من الجالية الجزائرية رامي يتواصلوا معنا من الولايات المتحدة يعني الجزائريين اينما كانوا من المانيا من انجلترا من الحدود السويسرية اللي عيطوا لاستراسبورغ الفرنسية بلجيكا هولندا حتى من جنوب افريقيا من جنوب امريكا الجنوبية من كامل يعني اللي راهم متواجدين عبر العالم حتى اللي ما بعض المدن ولا الدول اللي ما هضرتهاش راهم يتواصلوا معنا ورانا نهضروا مع يعني مع ممر الايام. وضروك واش نقول لكم جماعه الخير هاو نبداو ولا نقعدوا ضروك غير اهلا وسهلا. انا ماذا بيا اهلا وسهلا من اللي تبدا الحصه حتى تخلص. بس انا اللي جرى حتى تخلص الحصه نحس باللي ما نتلاقاوش حتى الغدوه من ذاك ومطوله الحله. بس نعاودوا نتلاقاو نخليكم مع بقيه البرنامج تاع الحصه. هيا ديماري المزيكا أجمعة الخير. نحكيو على الناس المستهلكة اللي هي مهلوكة وإحنا دائما نشك فوني نضرب في الموضوع هذا علاه مهلوكة. راكم شتوا واش راه صاري المواد الغذائية الخضر الفواكه حتى اللحوم البيضاء. وانا راني شت الناس راهم دايرين حملات نتاع مقاطعة تاع اللحوم البيضاء. قال لك خليه يقعد يربي الريش ويقعد ثمك هي. وكاين واحد اخرين اللي يقولوا باللي واحد كيجي راه يخطب راهم يطلبوا له 5 ريتلات زيت يديها معاها في المهيبة. بصح احنا دروك نطرحوا سؤال لانه شر البليه ما يضحك. رجع يعني المشاكل هذوما رجعوا الانسان المكبوتات الداخليه يعبر عليها عن طريق الضحك كما يقولوا رجعوها ضحك. لماذا؟ لانه صح ما زالش اللي راهو صاري. ودروك انا في بعض الاحيان كي راني نقدم هذا البرنامج تاعي لوتحكم بطريقه فكاهيه هزليه كاين ناس ينتقدوني قالوا لي انت علاه تضر على المواضيع هذو بالفكاهه. ها دروك بالفيسبوك رواد التواصل الاجتماعي الايجابيين اللي يتكلموا من اجل البناء ماشي من اجل الهدم اللي يحكيوا على امر ايجابي. شر الباليه ما يضحك هام رجعوها ضحك. يعني تلموا اللي بنادم الداخل راه مالور يرجع هذاك المالور يرجع ضحك عليه. باسكو دوك نحكوا على المشاكل مشاكل مشاكل او بنادم الداخل يولي محبط. دروك اليوم نحكوا على موضوع تاع الزيت.
زيد هذا ولا يعني هذا الموض أو المنطق الاحتكاري هذا اللي ضروك، يعني هل هو تتحمله شكون؟ يتحملوه الناس اللي رامي يصنعوا في هذا الزيت، ولا يتحملوه الناس اللي رامي يبيعوه، ولا جماعة تاع الجملة، ولا اشتاهوا؟ وهذا الاحتكار المناسباتي أسيدي ضروك كم الناس يتطلع الزيت؟ قال لك باللي ضروك الزيت ما هي الأسباب اللي خلتها تطلع، وكيفاش بلا راي نادرة، ويقولوا باللي تتحمل جزء منها يعني الجهات الوصية بما فيها هي وزارة التجارة. ما فهمناش أنا شاك فوق نقول باللي لازم القانون وتطبيق القانون، ويلزم كل واحد يخلص كما قال علول الله يرحمه في واحد المسرحية، الليك لا يخلص. وراكم ما فاهمين المعنى الليك لا، الليك لا فيها بزاف معاني، الليك لا والرشوة، اللي سكتوا على الحق وراهم ضروك يتحاسبوا كذلك، واللي كانوا فاسدين وما زالوا يتحاسبوا كاللي راهم في السجن، واللي راهم ثاني متهربين منه ومن هناك، وكان فيهم الكثير اللي راهم يسابوطيو. احنا ما فهمناش علاه ما هي الأسباب اللي خلات هذا الارتفاع الجنوني نتاع الأسعار. هما يقولوا باللي الجماعة تاع المصانع دايرين الناس المعتمدين أو الوكلاء اللي وصلوا السلعة مباشرة لتاع التجزئة، واحد آخرين يقول لك كاين واحد آخرين دايرين سجلات وهمية باش ما يخلصوش لي زامبو ولا يعني الخلاص كامل الحقوق، واحد آخرين يقول لك هذا المواد المدعمة من طرف الدولة كاين ناس راهي تبيع فيها ما لقاتش الفايدة بزاف. شكون هما تاع التجزئة؟ ضروك ماشي نروحوا مباشرة وعد يقول الصاع الفينيتي للديطايو اللي هو اللي عنده المحل، مول المحل ما نلوموش باسكو هو مام إلا زاد حاجة خفيفة ولا كبيرة ما نقدروش نلوموه. احنا نلومو الراس الكبير اللي هما البارونات، وهذو هما ما فهمناش هذو نقبضوا ما نقبضوش. ذوك الصحافة وكامل الناس اللي معلقة بالأمر هذا وحتى اللي عندهم علاقة بالجهات الوصية راهم داروا مداخلات وداروا حتى هما شرحوا الموقف، ولكن الموقف في الشرح تاعو هما أصلا قال لك باللي الأمور فلتت، ما قالوش معناتها ما قدرناش نتحكموا. بصح أنا قلت لازم تطبيق القانون. هذا في خصوص الزيت والندرة تاع الزيت وعلاه. بصح يا جماعة الخير هدرنا غير على الزيت والسردين واللحوم البيضاء، شكون من وراهم؟ وهذا الارتفاع الجنوني تاع الخضر، شكون من وراهم؟ بصح هنا نعاود نرجع وانا خطره لاقبيه واحد يقول كلمه الحق، الشيخ تاع المسجد الامام في احدى الجمعات، ونقول باللي يعطيه الصحه، وهنا نحيي كل الائمه تاع المساجد لانهم دائما واقفين على كلمه الحق. بس علي من تقرا زبورك يا داود، انت في الجامعه يجي يصلي يقعد هذيك النص ساعه وراه يسمع فيك ويقعد في الصف الاول وهو معني بالامر، وتشوفه هكذا ويطلع في راسه ويقول عنده الحق. انا لاقبي انا اللي قال لهم يا جماعه كيفاه انتم تشوفوا خضار، مع احتراماتي للخضارين اناني نهدر، هو من جهه يهدر على المشاكل ويهدر على الندره ويهدر على الارتفاع الجنوني، باسكو الخضار هو يشري الزيت، الخضار يروح يشري اللحم تاع الدجاج. قال لك البصل يعني يوزنوا كامل ومن بعد يقول لك البري، كي تدي البصل هذا كيلو ولا زوج ولا ثلاثة هو دائما يقول لك هيا ديك زوج كيلو هيا دي ثلاثة كيلو، ينحي هذاك الحشيش اللي باقي. بصح في الميزان يوزنوا، الخرشف كيف القرنون كيف هاكم شتوا دروك، لو كان يشوفونا من قال من الناس أجنبيين أجانب يقول لك شو عليه راه يهضر على الخو. إيه لا فيريتي، في بلاد الخير، بلاد منتج للخضر والفواكه بامتياز، بلاد اللي يعني هاو رب العالمين هاو كما يقولون نعم علينا وراها غيث كبير. هاي يا سيدي ما ربحوا غير العيب، بصح ما لقريس انهم مو غير يشوفوا ذوك القطرات هاي تنزل الرحمه على القلوب. بصح حنا رانا نشوفوا باللي ما كاش الرحمه، هضرنا على الزيت بصح ما نروحوش غير للزيت، الزيت كاين اسباب وخلفيات وامور، والامور تفلتت وكاين اسباب وعلاه تطلع غير في المناسبات، وكاين نوع من السابوتاج. بصح ما لقريسها كاين امور اخرى ما فهمناش، حتى الخضر ثاني او بلاد الخير غير لزام كيما يقولوا تلحق، الغربي لحق، الشرقي لحق، الصحراء تلحق، وتشوفوا تلحق كثر خيرهم، المنيعه اضرار كاين وين السلعه تاعهم قعدت سمحوا لي حتى خسرت، والمواطن الجزائري قاعد حاصل مسكين يشري فيهم منين؟ الناس ما خدمتش يا جماعه الخير. السيد وزير التجاره انا نقول لك طبق القانون، تبعهم الى جذورهم، وراك تصيب شكون السبب وما هي الاسباب لو كان تبع مليح. انا على بالي باللي الجهات الوصيه عندها النيه مليحه، بصح الامور راهي فالته، شكون هذا اللي راه يصابوطي؟ لانه احنا واش نقولوا؟ الواحد اللي يدير فيه خير
ولا تدير عليه او ما يعطيكش الصح. كيما يقولوا الناس بكري تخل، كيما يقولوا تكل زفريط مع عفريط وراح كل شيء في التفريط. ما التفريط نروحوا كذلك الى تفريط اخر. تفريط اخر وين؟ الى ولايه الطارف. تحياتنا للناس الطارف، هذه الولايه الحدوديه والفلاحيه بامتياز، سياحيه ثوريه ولكن وسياحيه في نفس الوقت، ولكن دائما يشتكوا شتاهي قضيه جيريسي بريفوار. دروك كي طاحت هذه الشتاء لي ساعات الايامات اللي فاتوا فضحت سياسه البريكولاج. قال لك هذيك الناس اللي بعض البلديات اللي استفادت من مشاريع تاع اعاده التهيئه، هذيك الشتاء ساعه نص ساعه فضحت كل الاعمال اللي اندارت بالترافيك، اندارت ماشي بنيه صادقه. هذا سياسه المكياج، ويخدموا وين يشوفوا يشوف احمد. كاين حتى مدارس في بعض البلديات انغلقت. لا 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 لن يزيد عليها هذه ولا لا لا. ها في بعض الاحيان النعمه تولي نقمه، وحنا الحمد لله، بصح في بعض الاحيان هذا الامر يكشف التقاعس والتحايل. بصح كامل مسؤوليتهم امام المجتمع هذه الاولى وامام رب العالمين. انا ما فهمتش هذا المسؤول كي يحط راسه على المخده ويشوف الشيء هذا اللي صاري يرقد ولا ما يرقدش. لا 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 دي كاينه منها ولا لا لا. بصح المسؤول اللي عنده ضمير حي وواعي والله ما يرقد. علاه؟ يخمم كيما يخمم هذاك اللي عنده الدراهم على القليل، وهذه نادره ماهيش حاجه كذا. المهم اللي خاف ربي ومؤمن كيما يخمم المسؤول اللي عنده ضميره ووعيه هو اللي ما يخليهش يرقد. عليه لانه كلكم راع وكل راع مسؤول على رعيته. سيد الوالي انا على بالي باللي راك عارف، بصح لازم تطبق القانون، لازم تعاقب، لازم تكشف، وراه عندك كل الصلاحيات. ولا كيف حتى الشعب كي يشوفك صحيح يمشي معاك. أشبعة الخير نروحوا إلى ولاية سكيكدا، وأنا في عدة مناسبات نقول يا سيد الوالي روح دور على مستوى الأحياء والمدن والمداشر وشوف الساكنة. يعني هذه الولاية المهمة جدا، هذه الولاية المترامية الأطراف اللي راهي فلاحية وسياحية وصناعية بامتياز. وما تنساش باللي معروفة بالطيبة تاع السكان تاعها، ناس ملاح وطيبين وقلاليل في نفس الوقت. سيد الوالي أو بدا الوالي يزور. لما الوالي بدا يزور راه يزور بعض المداشر والقرى والساكنة. وأنا قلت يا سيد الوالي كي تروح روح زيارة مفاجئة. المرة اللي عدات كما يقولوا ناس كيكدا اللي نحييهم هدرت على المقبرة تاع الشهداء وقلت باللي يزوقوها يعني يطليوها غير وين يدور الوالي. لو كان الوالي سي يهبط شوية راح يصطدم بواقع مرير. شهداء تاعنا اللي قدموا أرواحهم من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة، ويجوا هذو المنتخبين يخونوا الأمانة. وكي قلنا يخونوا الأمانة فهموني مليح، معناها ما يقوموش بواجبهم كما وصاونا، كما الوصية نتاع الرجاله اللي ماتت على البلاد والرجاله تاع المجاهدين كذلك هم يشوفوا بعينيهم. اليوم الوالي راح يزور ولا زار المنطقه هذه تاع عزابه، شوفوا واش كاين واش قالوا الناس. مشيت زياره الوالي لبلديه عزابه، شفنا تنظيف للطرقات، عمليه دهن الارصفه، الممارسات السابقه في حد ذاتها بعد ذاتها، التهيئه بالذات اللي كانت معدومه في السابق لما ياتي اي مسؤول يقوم بها. أنا لقت بيا كلمة قال لك تزييف الحقيقة مع تزفيت الطرق. نشوفوا التناقض تاع الكلمة مع الكلمة، تزييف والتزفيت. بصح سيد الوالي أنت يضروك يروح طليت ولا درت زيارة، نحن فاهمين باللي الزيارة هذه تدخل في إطار الزيارة التفاقدية إلى المشاريع وإلى الإطلاع وحتى يعني الحوار مع المواطنين. أنت راك عارف باللي لما تشوف الدنيا قدامك تعرفها باللي جديدة، لابسين كسات مجدد، الطرق مسقمين، ويجيبوا لك حتى اللي يهضروا واللي يهضروا ويخيروهم. احنا رانا على بالنا، انت لا 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 على بالك بهذه ولا لا لا؟ علاه ما تسييش انت دير زياره مفاجئه ولا مفاجعه؟ وعلاه ما تهدرش مع رئيس الدائره ورئيس البلديه قال خويا خلينا من هذا التزواق، خليني نشوف الحاله على حالها باش تعرف لي لاكون. درك انت كي يزوقوا لك الحال تو واش عيالك، انني فاهم، ولا تبعث نجله متاوعك. بصح سامحوا لي ها والكلاك ليا هما اللي يزيدوا يخسروا، خاطش احنا احكينا على مشاكل وين كاين تجاوزات تاع بعض المسائل. شفنا القلقلية يدافعوا على المسائل، صح هو المسؤول اللي يخدم يدافعوا عليه، بصح هذا ما خدمش عليه الدافع عليه. يعني الانسان غلط وانت تقول له راك مليح. قال لك اذا رايت اهل الحق عن الباطل ساكتون فيعلموا ان اهل الباطل انهم على حق.
ليلة خينا من هذه ولا ليلة سيد الولية؟ جماعة الخير، أنا كي نشوف حاجة مليحة ماذا بيا نكون سباق باش نحكيها ليه؟ باش نفرح الناس وخاصة اللي راهم يعانيوا من الجائحة تاع كورونا، وهذه تمسنا كامل. قال لك إذا حفف صاحبك بالنتا هذه تقيسك وأنت ما تحس لهاش. الكورونا الكوفيد 19. هذا العالم الألماني اللي من أصول تركية، من أصول تركية، فهموني مليحة، شوفوا العلماء اللي تاع الترك وراهم، تلقاهم في الميليكان، تلقاهم في فرنسا، تلقاهم في الألمان، وراهم ريكيبيراهم أردوغان. سي بور سا اللي طلع الاقتصاد تاعو، هذه الترك راهي بلاد العلم، يقولوا له أرجر شاهين، هذا أحد المؤسسين تاع واحد الشركة ثماكية اللي تخدم اون كولابوراسيون مع اللقاح هذاك اللي يقولوا له هذاك فايزر ذاك. خلينا من سبوتنيك، سبوتنيك تاع الروس. ولكن تو هاي الشيء يقول تفائل، قال لك تقدر كورونا منا يعني سبتمبر ولا تندثر تخلاص يعني تروح نهائيا. مال نجري كو هذا الكورونا المتحوره، قال لك ماهيش دونجوروس بارابور الكورونا الاولى، ويقول باللي من سبتمبر يقدروا يكونوا الناس حوالي 70% تلقات اللقاح، ويقولوا باللي مام اللقاح بصح هو عنده هذا عالم كما العلماء اللي من قبل، قال لك باللي هذه الكورونا خطيره وقادره تقيس كاع العالم، كما هم عاودوا علماء واحد اخرين هم يقولوا باللي راح تخلص. بصح انا حاجه حبيت نفهمها، كي راهم يقولوا الكورونا المتحوره وهذو اللقاحات، ما تفهموش باللي يعني انا النظره تاعي المتواضعه باللي راهي كاينه كشغل ذهنيات وخلفيات بيولوجيه، معناتها نقدروا نقولوا بلي حرب بيولوجيه لداخل راهي في العالم، باسكو العالم كاع راهو الاغلبيه كونفيني. هو واش قال؟ انا نقدر هنا قادرين، هو واش قال؟ قال لك معناتها الكونفينمون هذا راح يخلص شويه في الدول الاوروبيه، احنا ماذا بينا؟ ماذا بينا الكورونا تروح وماذا بينا هذا المرض هذا واعر، موش حاجه سهله. وك احنا ثاني عندنا التيزان او الزعتر راهو اكثر من اللقاح هذاك تاع سبوتنيك وتاع فايزر. لا 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 دي كاينه منها ولا لا لا. جماعة سبور، واش نقول لكم؟ بالماضي استدعى يعني تقدم استدعاءات ولا دعوة لبعض اللاعبين من غير اللاعبين الآخرين اللي كانوا معاه من قبل، اللي شاركوا في كأس إفريقيا ولا اللي داروا التربصات مؤخرا، لكن توها استدعى لاعبين أنا نشوف فيهم ملاح واستجابوا للدعوة تاعو. لاعب زروقي هذاك اللي يلعب في هولندا، لعب طوبا اللي في لابلجيك وموهبة صاعدة اللي يلعب في لاديفونس ويلعب محوري أكسيال، وهذا اللي يلعب في الميليو تيران ريكوبيراتور لاقبية، وكذلك استدعى درفلو أسامة هذا ثاني مليح ما لقاش الفرصة تاعو وزوال اللعب هذا، وأنا شتو ماركا خطرة زوج بيوت في لاهولوند سمعتهم يهضروا عليه درفلو لاقبية، وهذا نوف الخاسف اللي راهو كذلك يلعب في لابلجيك وهو كان يلعب في ملاحة حسين داي، وهذا لعب مليح. تحية إلى الملاحة، إن شاء الله يعود يولو بقوة. ومدرسة الملاحة قدمت شحال من لعب، حليش جماعة الخير، والقائمة كثيرة. بصح أنا بالماضي سي لا بروميير فوا، اسمح لي ما تزعفش مني، أنا ماني تاع بلاطوهات ما والو، احتراماتي للمحللين تاع بلاطوهات، باش ما تقولوش معناتها أنا مانيش بلاطوهات، نقصد مانيش أنا نهدر من الميدان تاعي كمتتبع ونحب الفريق الوطني. هذاك غزال هذاك عيط له ما تعاود رجعته عاود عيط له، هو وين راح؟ ما مشيهاش مليح، ما يمشيهاش مليح. انا احبذ من المنظر تاعي، دوك انت تعرف اهل مكه ادرى بشعابها، مجرد اون سامبل بروبوزيسيون مسيو بالماضي. كاين لاعبين هنا في الجزائر في البطوله كيما قلت لك القسم الاول الثاني الجهوي، انا نقول لك والله غير موهوبين، ولو كان سيتهم والله لا مليحه، والدليل على ذلك هاو بليلي، هاو هذا خاسف، هاو كان هنا. أنا في رأيي لا بالماضي لا أي فريق منا متزاير مشلف من بسكرة متبسة من 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 ورقلة من تيميمون من الغرب الجزائري معسكر بالعباس، يعني من الوسط من البليدة من مزايا من شفة من حمر العين، قادر تلاقي لا ولا تلقى لاعبين موهوبين يكونوا مفتاح نتاع النجاح. بصح كاين بعض اللاعبين اللي مديت لهم شحال من فرصة بصح ما نون با بروفيتي دو لوبورتينيتي. ابو الماضي لا عندي الحق ولا لا. ها
أجمع الثقافة حقيقة يجب أن نتطرق إليها ونقولها. يعني أنا رأيي بخصوص يعني التضامن تاع وزيرة الثقافة تجاه الممثلة والفنانة هذه الزوالية اليتيمة لولية اللي هي فتيحة نسرين، ربي يشفيها إن شاء الله ويخفف عليها، راهي في حالة خطيرة جدا. وراكم تعرفوا المرض، المرض هذا هو ما المرض الحقيقي، ماشي في المرض تاع فتيحة نسرين، ولا المرض هو راه تاع الذهنيات اللي عندنا، ولا المرض اللي في على مستوى الإدارة، والمرض الحقيقي اللي هو مستصعب الشفاء اللي هو في البيروقراطية. هنا راني نحكي أنا بصفة عامة، مانيش نحكي غير على الشيء اللي راني راح نهضر عليه ونتطرق عليه. على كل حال الوزيرة راهي متضامنة معها، ما هوش مشكل، بصح أنا نروح لك السيدة الوزيرة للتضامن، هذه عملية تضامن. دروك أنت كي متضامنة معها، صح متضامنة معها في بيان، واش نقول لك السيدة الوزيرة؟ هذه ريعانات، هذه عباك شحال ريعاناته، العمر الزمني تاعها والعمر الفني هي اللي كانت تعاني فيه. المرأة الزوالية مسكينة، رغم اللي كانت تقدمت خدمة كبيرة للمجتمع وفرحت المشاهدين تاعها، راكم شفتوا الإطلالات تاعها، فنانة موهوبة، ولكن قليلة الفنانة هذه. ذوك تضامن في المرحلة هذه صح سي فري، نقدروا نقولوا دعم معنوي نفسيا سوتيان مورالي تو، هي راهي غايبة مسكينة المرأة. ممكن تضامني معه وهي غايبة ماهيش عارفة واش راه صاري، ضرك كي غيبت، وكاين فنانين يعني كثير من الفنانين اللي غيبوا يولي ما كاين اللي وصل انه يولي ما يشوف ما يسمع ما يعني راهو كيما يقولوا الروح تطلع يعني هم مواليهم يعرفوا اللي عاشوا معاهم يعرفوا. كل يوم يقول لك اليوم رب العالمين يكتب مكتوبه ويدي حاجته. بصح هاك واصا سير، وهنا نستذكروا الكلمه اللي تقول كي كان حي كان مشتاق تمره وكي مات علقوا له عرجون. هي قبل ما تموت راه التضامن، احنا الموت بيد رب العالمين وان شاء الله ربي يطول في عمرها. من الوضعيه اللي راهي فيها وضعيه خطيره، وإحنا رانا نقولوا المرض صعيب، ان شاء الله تعيش سنين وسنين تزيد، ربي يشفيها ويشفي مرضانا. ما يا سيده الوزيره، كاين فنانين بزاف يعني كيما نقولوا احنا في الجزائر كثير من الحالات اللي راهم هكذا قبل ما يولوا يروحوا لمرحله الخطوره والاخطر انهم يعانيوا. كاين اللي راهم مرضى، كاين اللي ما عندهمش واش ياكلوا واش يشروا لاولادهم، راهم يعانيوا. سيد الوزيره ها هو التضامن تاعك معهم، لانك انت الوزيره تاعهم، احنا اللي من يروحوا، انت اللي راك مكلفه بهذا الامر، الثقافه والفنون. هذه هي سيد الوزيره، انا نظن التضامن تاعك هذا ذروك راهو في الوقت البدل الضائع. انا نتمنى لك تضامني مع الفنانين واحد اخرين كثيرين، ولو هي تسهل اكثر من التضامن، ما هي مش محتاجة التضامن، يا راهي مكرمة من طرف الشعب، الشعب كامل راهي غايضاته ورام يدعو لها بالشفاء إن شاء الله. سيد الوزير نتمنى لك تفهمتي الرسالة تاعي، وكل مسؤول من في الميدان هذا راه فهمني على مستوى 58 ولاية مدراء الثقافة واللي حاكمين الشأن الثقافي، وخاصة أصحاب الثقافة تاع البلديات اللي هو آخر اهتمامهم هو الثقافة. المهم قبل ما نقول لكم ابقوا على خير، غنية عندها علاقة وفي خطر الزيارات اللي لما المسؤول يروح يشوف ولاية ويزوقوا له بلدية ولا دايرة، زارنا الولي والوفد والوطن ما ينحسبوش، قالنا النايب السكتو انتوما تسكتو ما تهدروش، انا نهضر في بلاصتكم، دشنوا المشروع اللي من قبل مدشن وانتوما ما على بالكمش. كي نديرها تشطعني في دوارنا ما خدموش، مغبون في براكا خوكم وما عندوش، عايشين في ميزيريا علاش فينا ما شفتوش، وكل معيشة صعبت والناس هما لحقوش. زرنا الوالي والوفد في الوطن ما ينحسبوش، دارو زردة بالكصب والغايطة وما سكتوش، بنوار دوارنا انا ما عقلتوش، جانا المير والنايم اللي انتخبنا قالنا صب وما تشكوش. اودي
قدر نتوما ما تعذروش كي نديره تشطاني حوتي الجماعة ما بنوش قبضين غير الحيطان الشباب ما يخدموش وين راه ذاك النايب في جوجل انا يا ما لقيتوش كي نديره تشطاني حوتي رباعة ما بنوش من ذيك الحملة توصية اللي بعد ما شفتوش لا كاز لا تريسيتي لما قولوا لي علاه ما خدمتوش دشنوا المشروع اللي مدشن وانتم ما فقتوش هذه الحقيقة وهذا هو الواقع بكل أسف وألم بمرارته لازم ننقلوه. المهم مشاهدينا الكرام لحقنا إلى نهاية الحصة. واش نقول لكم نفترق على الفيسبوك تاعنا اللي هو شني شني شو رانا نتفاعلوا معكم راكم تبعثونا الفيديوهات تاع الأطفال سمحونا كاين فيهم اللي تقنيا ما نقدروش نفوتوهم باسكو الكادراج تاعكم انتم مع خطيكم وانا قلت لكم كيف تصوروها هاو التلفزيون منا ما تجوش في السون سينفير صوروه باش يخرج وشوفوا فيريفيو السون يعني الصوره والصوت دوك عندكم كامل البورطابلت انتيليجون كما يقولوا واش يقولوا الهاتف الذكي المهم الواتساب كذلك تاعنا اللي تواصلوا معه ما تنساوش موقع حياه اونلاين دي زد في الفيسبوك في الواتساب في الانستغرام كذلك في اليوتيوب وفي التويتر نقول لكم يا وجوه الخير خاصة الحاجة والحاجة لما ننساكمش ودعويكم الحمد لله بدعويكم رب العالمين راو كما يقولوا وجهنا احمر باسكو نقولوا كلمة الحق وحنا من غير كلمة الحق ما نحتاجوا حتى حاجة من غير دعويكم بركة احنا خاطينا ما نطلبوا والو إلا ربي يرضى علينا المهم نقول لكم يا وجوه الخير يا اللي صار فينا الدير نتلاقاو في ساعة خير غدوة إن شاء الله في مثل هذا الوقت نترككم نخليكم مع بقية البرامج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الأمان التمورو إن شاء الله تنمير يا حي وشكم لباسكم لها هيا قلع هاي شني شني يا شني شو هاي شني شني بلاك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا تشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها دلفة هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني